السؤال الأول: السكن والفنادق وأسعارها المرتفعة خلال موسم الزيارة، ومدى الفرق في الأسعار عن ما هي عليه في المناسبات التقليدية خلال العام؟ ماذا تقولون وتنصحون أصحاب الفنادق لخدمة الزوار والمشاركة في الثواب وعدم استغلال المناسبات؟ السؤال الثاني: ظاهرة ارتفاع أجور وسائل النقل بشقيه الجوي والبري، والشعور بنوع من رفع الأسعار بشكل ملفت وغير اعتيادي خلال المواسم الخاصة، وكثافة الزائرين في مثل هذه المناسبات العظيمة، وعلى الخصوص الزيارة الأربعينية لسيد الشهداء صلوات الله عليه، هل يمكن توجيه رسالة لأصحاب الشأن؟ السؤال الثالث: ما رأي سماحتكم في ظاهرة رفع أصحاب الحملات للأسعار خلال موسم الزيارة الأربعينية تحديداً؟ وهل يعتبر هامش الربح المرتفع لهؤلاء المستفيدين منطقياً ومقنعاً مقارنة بباقي أيام السنة؟ مع العلم أن هذا التوجه أصبح يشكل ضغطاً ملحوظاً على عدد كبير من الزائرين، ممن لا يستطيعون أن يوفروا مثل تلك المبالغ، وبالتالي قد لا يستطيعون اللحاق بركب الزائرين. السؤال الرابع: هل من المحمود أن يتم انتشار ظاهرة الاحتكار التجاري في بعض الأحيان لبعض الأطراف فيما يتعلق الأمر بزيارة المعصومين عليهم الصلاة وأزكى السلام؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن عدوهم، ووفقنا الله وإياكم لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: إلى كل من يحن قلبه إلى الإمام الحسين عليه السلام ويخفق لزيارته ما يلي. قال الله تعالى في بيان صفات المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. المؤمنون آية رقم 60. وفي التفسير: يعطون ما أعطوه من المساعدات المالية والتبرعات، وقلوبهم خائفة من أن يكونوا مقصرين في ذلك ولا تقبل منهم. وفي الكافي الجزء الثاني صفحة 457 حديث 15 عن الإمام الصادق عليه السلام، ما خلاصته؟ أن هؤلاء هم محبونا، وخوفهم من أن يكونوا مقصرين في محبتنا وولايتنا هذا المدح للمتبرعين والمنفقين. وفي المقابل هناك ما يذم الممسكين عن التبرعات والإنفاق، أو الذين يزيدون على ذلك بغلاء الأسعار. فعند الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في نهج الفصاحة صفحة 754 حديث 2937: من تمنى على أمتي الغلاء ليلة واحدة أحبط الله عمله 40 سنة. فإذا كان هذا في من يتمنى الغلاء ليلة، فكيف بمن يقوم بالغلاء ويحققه على أرض الواقع أياما؟ هذا ويوجد في بعض البلاد الأخرى مناسبات دينية عندهم فيتعاضد فيها الناس كلهم على تخفيض الأسعار، بل التبرع بها مجانا من بضائع وخدمات، وحتى مثل أجرة وسائل النقل من طائرات وسيارات وغيرها، مع أنهم لم تضمن لهم جهة خاصة التعويض، بينما قد ضمن الله تعالى لمحبي الإمام الحسين عليه السلام التعويض لكل درهم ب10,000 درهم، والحسنات بمثل جبل أحد، وصرف البلاء عنه وحفظه في ماله. كامل الزيارات باب 46 حديث رقم 4. مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، لجنة الاستفتاء قم المقدسة 29 محرم 1437 هجرية.